والله السوق غالي، يعني ما اقدر اتسوق حقيقة، لانه السمج غالي، اللحم غالي. زين، شنو اللحم كيلو ب23 22 23؟ يعني الفقير ايش ياكل؟ اريد بس اعرف ايش يطبخ، ايش يسوي؟ اللي عنده اطفال، اللي عنده عيال، يبقى يعني مثلا على البوتيتو والطماطه وهذه السوالف. الدولار اذا صعد ارتفعت الاسعار، بالاضافه عندنا احنا التجار واصحاب المستوردين او حتى يعني اصحاب التجار التجزئه، اذا مثلا ارتفع السعر ورا فتره انخفض، احنا نبقى على الارتفاع ما انخفضه. ابسط مثال الافران والصمون، يعني كان الطحين ب50,000 هم يبيعون 5 أو 8، هسه صارت الطحين ب20، بقى نفس الشيء. اللحم ما حد يوصل له، اللحم ب20,000 عمي، هذا الفقير يفوت بس يباوع عليه ويطلع قبل. بس انا اقول لك الدجاجه زينه رخيص، الكيلو ب5، الدجاجه تطلع ب7 ب6، الناس تشتريه. هسه كل لحم الكيلو ب10، وكل لحم ب23 ب22، شنو الفيلم ما تدري؟ هذا لحم طايه مثلا، زين هسه كل لحم موجود بالسوق الفقد هالكبرى هيك، والله العظيم هالكبرى، الكيلو ب10,000 دينار، بس ما ليش ما حد يدري بيه؟ اوه لا الله، والله لا الله، والله اكو عالم تاخذ من عندنا هاي الطماطم المضروبه والتعبانه في سبيل سبب طنها، والله العظيم. طماطم منتج ايراني، طماطم نبيعها ب 1,000 وربع، لان منتج عراقي ماكو. واحنا نسى من هاي الدوله نكون تدعم الفلاح، الفلاح ما عنده مي. زرع عراقي ماكو، لا بانيه لا لوبيا لا خيار لا اسود لا طماطم لا بوتيتا. اسباب ما عندنا منتج ذاتي، يعني حسب انه قبل كنا منتج ذاتي، عندنا مثلا طماطه ذاتيه، البرتقال ذاتي وغيره وغيره، وهاي المنتجات الغذائيه يعني خصوصا الفواكه، هسه ماكو، صارت كلها استيراد واكثر من يعني شو اسمه موجود بالمنتج الوطني، وهذا اسباب. والدولار هم بكيفهم 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 شو اسمه يرفعونه وينزلونه، هم الحكومه والاحزاب. اي طبعا طبعا، بدال ما كانت تكفيني 35 الى 40 هسه ما تكفيني.